قول عليكم النهاردة هقدم لكم طريقة عمل كفتة السمك السيومي. هحتاج نص كيلو سمك فيليه مفروم، بصلة كبيرة مفرومة، نص كوباية بقدونس مفرومة، ملح وفلفل ومعلقة زيت، فلفل أحمر مفروم حار وبارد. هعمل الصوص بتاعي عن طريق كوبايتين مية، بصلة متوسطة مفرومة، فصين توم مفرومين، طماطمتين متبشرين ومتقطعين مكعبات، سمرة فلفل أحمر بارد وحار، 3 معالق كزبرة، قرفة وكمون وفلفل أسود، وربع معلقة فلفل حار، وربع معلقة بهارات سمك تمام، والملح ومعلقتين زيت. الطريقة سهلة جدا، أخلط السمك والبصل والبقدونس والملح والفلفل الأحمر وأسيبهم ساعة في التلاجة. هشكل بعد كده السمك بعد ما أخرجه على شكل صوابع وأشوي على الجريل. الجريل ده طبعا مدهون بالزيت. هعمل الصوص، هشوح البصل في الزيت، هنضيف له الثوم والطماطم والفلفل الاحمر والميه والبهارات واسيبهم 10 دقائق تمام. بعد كده اضيف الكزبره المفرومه على الصوص ده واحط الصوص واقدمه في طبق جنب طبق الكفته. وبالهنا والشفا يا رب، تعجبكم.